كان قرار المجلس الأعلى للجامعات الحقيقة قبل بداية العام بالإجماع موضوع هيبقى التعليم عن بعد ولا لا، ولا هيبقى بالحضور الكامل. طبعا سنة زي ما سيادتك عارف سنة استثنائية للظروف اللي بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها، وموضوع التطعيمات بدأنا بقالنا يعني أكتر من أسبوع وشوية هو العام الدراسي الجديد. عدد الطلاب قد إيه يا شمس؟ عدد الطلاب كتير شوية، 200,000 طالب في المرحلة الجامعية الأولى و 25,000 طالب في الدراسات العليا. طبعا هناك سيناريوهات بديلة جاهزة، لكن زي ما سمعت من كام يوم ان الدولة في 15 نوفمبر هتمنع دخول الغير مطعمين. احنا طلعنا القرار ده في شهر يوليو ان محدش هيخش جامعة عين شمس في العام الدراسي الجديد غير مطعم. حرم الجميع محدش يدخله من يوم 15، يعني 15 نوفمبر ان شاء الله. هل في حد حضرتك تقول له والله مش هسمح له بالدخول على الاطلاق؟ احنا عندنا كده يعني على البوابات مش هيسمح للدخول من 15 نوفمبر اللي مش هيتلقى التطعيم. نعم، لان انت عارف كان في جزء بسيط كان رافض التطعيم، مش عدم وجود. وده موجود في كل حته. نعم. دلوقتي خلاص مش بايديه، والحقيقه هو مش من حقه لانه هو او هي يعني لان ده يعني ممكن يأذي حد جنبه. كان في مشكله في عدد التطعيمات مثلا او اتاحتها قبل سبتمبر. بدانا بقالنا يعني اكتر من اسبوع وشويه هو العام الدراسي الجديد، وطبعا سنه زي ما سيادتك عارف سنه استثنائيه للظروف اللي بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها، وموضوع التطعيمات وموضوع هيبقى التعليم عن بعد ولا لا، ولا هيبقى بالحضور الكامل. كان قرار المجلس الاعلى للجامعات الحقيقه قبل بدايه العام بالاجماع اللي احنا السنه دي يعني استفدنا كتير قوي في السنه ونص اللي فاتوا برغم كل التحديات. اكتسبنا خبرات كبيره في حاجات كتيره جدا، وفي الاجراءات الاحترازيه والتعامل مع الموقف وخلاله، اللي احنا في ظل بقى البرنامج التطعيم المكثف الموجود اللي احنا هيبقى كل حضور 100% مبدئيا. وبدانا كده فعلا بقى لنا حوالي اهو داخلين في 10 ايام 100% يعني حضور زي اي سنه تقليديه زي زمان. نعم. طبعا هناك سيناريوهات بديله جاهزه. عدد الطلاب قد ايه يا شمس؟ عدد الطلاب كتير شويه، 200,000 طالب في المرحله الجامعيه الاولى و 25,000 طالب في الدراسات العليا. الحمد لله بدأنا وخدنا الإجراءات الاحترازية المعتادة اللي تعودنا عليها في السنتين اللي فاتوا، والطلبة الحقيقة مبسوطة بالتواجد. واحنا بنمر عليهم على طول، والسادة العمدة ويعني يعني مين خدش تطعيم لحد دلوقتي؟ والله النسبة مش قليلة، لأن احنا بدأنا في الصيف طعمنا كل من يعمل في جامعة عين شمس سواء كان هيئة التدريس أو موظفين أو خلافه. ودول أقدر أقول لك تقريبا 100% خلاص الطعام. لكن بدانا برنامج تطعيم الطلبه يعني بشده اقدر اقول او بارقام كبيره من 5/6 سبتمبر. فلما جينا على الدخول ما كانتش بالارقام الجديده، طبعا لو جامعه عندها 10,000 طالب 5,000 طالب سهل. نعم. لكن في ارقامنا دي كان ما اقدرش اقول 100%، ولكن احنا كنا مستهدفين ان نوصل للتلت مع بدايه العام الدراسي، وفي اول شهر دراسه نقدر نكمل 70 او 80%. حاليا احنا وصلنا لحوالي 40% من التطعيم. يعني تقريبا يعني عايز اقول لك اللي اتطعموا وصلوا لحوالي 75,000 طالب، لكن مش كلهم جرعتين. الجرعه الاولى وجرعه ثانيه. نعم. يعني برنامج مستمر، لكن زي ما سمعت من كام يوم ان الدوله في 15 نوفمبر هتمنع دخول الغير مطعمين. احنا طلعنا القرار ده في شهر يوليو ان محدش هيخش جامعه عين شمس في العام الدراسي الجديد غير مطعم، لكن لما طلعناه كان طلعناه على هيئه التدريس، الموظفين، العاملين، كل من دلوقتي بقى الكل. دلوقتي بقى الكل، ولسه حرم الجميع محدش يدخله من يوم 15، يعني 15 نوفمبر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب هل في حد حضرتك تقول له والله مش هسمح له بالدخول على الاطلاق؟ احنا عندنا كده يعني على البوابات مش هيسمح للدخول من 15 نوفمبر اللي مش هيتلقى التطعيم. نعم، لان انت عارف كان في جزء بسيط كان رافض التطعيم، مش عدم وجود. وده موجود في كل حته. نعم. دلوقتي خلاص مش بايديه، والحقيقه هو مش من حقه لانه هو او هي يعني لان ده يعني ممكن ياذي حد جنبه. فهي الحريه كويسه لكن مش في كل حاجه، وده موجود في كل بلاد العالم على فكره. كان في مشكله في عدد التطعيمات مثلا او اتاحتها قبل سبتمبر. الحقيقه الدوله وزاره الصحه من بقولك من قبل نص سبتمبر بشويه لحد النهارده في اتاحه بالاعداد اللي احنا عايزينها من الساينوفاك ومن الساينوفارم وخلافه، فما فيش حجه لا عندنا ولا عند حد اللي احنا. وبرنامج التطعيم
هو ماشي، لكن انا عايز اقول التطعيم ما هوش الحاجه الوحيده، اجراءات الاحترازيه، التطهير المستمر للمدرجات وقاعات التدريس وللمواقع العامه للجامعه كلها، الماسك اجباري، التباعد حضرات كان القاعه اللي بتاخد 1000 طالب بنخليها 500 بالكتير 600، يعني كل الاجراءات ماشيه بالتوازي مع بعض. نعم، لكن الحمد لله عندنا حالات كتير ولا؟ والله من طلبة لم يرصد حالات، لكن طبعا ما بين العاملين اخر اسبوعين دول يعني اقدر اقول اني في حالات زادت شوية، لكن مش زيادة اللي تخوف يعني. كورونا عملت فينا ايه؟ عملت في حالتنا ايه بصراحة؟ هي عملت في العالم كله، العالم كله. هي عملت في العالم كله، غيرت كل حاجة، مفاهيم كتيرة قوي. كان اغلبتها تحديات وعايز اقول احباطات، ولكن مع التحديات دايما في فرص. يعني الكورونا غيرت وجه التعليم بصفة عامة، سواء التعليم في المدارس او في الجامعات او حتى الدراسات العليا، اوجدت انظمة بديلة كانت اقل استخداما، وكنا يعني ما عندناش الحماس اللي احنا يعني نبقى متحمسين ليها. دلوقتي التعليم عن بعد اخد خطوات كان لا يمكن يمشي بالسرعة دي، سواء التعليم عن بعد او التعليم الهجين، الا مع وجود تحدي زي تحدي كورونا، المنصات التعليمية المختلفة اللي طلعت. لا يعني حصل مكتسبات رغم كل التحديات وكل الاحباطات اللي حصل. النظام الصحي طبعا اتحط تحت اختبار هائل جدا وقاسي، عايز اقول في البلاد المتقدمه مش في مصر. نعم. برضو خلى حفز الهمم وطلع الابتكارات السريعه والانوفيشنز اللي ممكن تطلع بسرعه، فبرضو حصل. لكن طبعا اذا كان هناك مكتسب عام في جميع المجالات وفي كل بلاد العالم على كوكب الارض، هو التحول الرقمي. التحول الرقمي اصبح يعني خلاص هو ده الواقع. الواقع واقع. نعم. وواقع ملح، وليس عندك اي طرف مش انك انت تتاخر فيه، انك انت تناقشه حتى. فدي ميزه. ويعني استفدنا منها. كان قرار المجلس الاعلى للجامعات الحقيقه قبل بدايه العام بالاجماع موضوع هيبقى التعليم عن بعد ولا لا، ولا هيبقى بالحضور الكامل. وطبعا سنه زي ما سيادتك عارف سنه استثنائيه للظروف اللي بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها، وموضوع التطعيمات بدأنا بقالنا يعني أكتر من أسبوع وشوية هو العام الدراسي الجديد. عدد الطلاب قد إيه يا شمس؟ عدد الطلاب كتير شوية، 200 ألف طالب في المرحلة الجامعية الأولى، و 25 ألف طالب في الدراسات العليا. طبعا هناك سيناريوهات بديلة جاهزة، لكن زي ما سمعت من كام يوم إن الدولة في 15 نوفمبر هتمنع دخول الغير مطعمين. احنا طلعنا القرار ده في شهر يوليو. ان محدش هيخش جامعة عين شمس في العام الدراسي الجديد غير متطعم. طرم الجميع محدش يدخله من يوم 15. يعني 15 نوفمبر ان شاء الله. هل في حد حضرتك تقول له والله مش هسمح له بالدخول على الاطلاق؟